بسم الله الرحمن الرحيم. نهار أقاق في قاعة الجلسات في الجامعة الحضرية النضوة في الجامعة النضوة إذن تغتراجع نغتراجع باش المجلس هذه الدورة الغير الاستثنائية التي يعني دعي إليها المجلس بعد عزل رئيس المجلس النضوة بحكم محكمة إدارية ذي وجدة رجاء يوذن ودي سيحد يوذن المسؤولية السلطة المحلية المصالح البلدية ربما المصالح الخارجية قحضانت يوذن الجمهور ترجال ودي سيحد إذن وديج العباس لمقران المجلس الخوي رجاء ثلاث شوار ولا رابع شوار مكون رموا المحكمة العاملية يجقى الدعوة إذن ما ندقى إذن زقوم يبدا عاف عن دعوة خار رقص يبدا المجلس مجمد المصالح مجمدة وما يترتب عن ذلك من تجميد مصالح المواطنين لأنه النيابة والنية النوبة نقص المحلية وزمات قوالو خميت الكعيج الفراغ معين وخصوصا خمير رئيسة ذي موقع الاتهام بانه استرخص الحكم ربما ديش الاحكام النظام اذن دقا غير مستساغ وغير معقول وغير مقبول هذه قيم الساكنه تراجع المجلس دياس والمجلس الساكنه النظام مره تراجع القرارات المجلس انه خمي غير المجلس نيشان يبغى تحاسب الخو غادي نحدي الفراغ ديال النيابه اقطع تحت الضغط من يوقع عندي الرئيس السابق اذن حاليا نتمنى يوذن الاعضاء الدرك الموقف ولكن جميع الداركن يوذن ترجان كان من الواجبات سرعا مهما كانت ويقيم والو يقيم يجي الميزانيه واه ما يخفى من غندانيتي يقيم عام ونص يجي الميزانيه تاع خاص المجلس يقيم الاسعار في الميزانيه اللي يعدون يصدق الغاص يقيم يجي الميزانيه ويقيم الحمله الانتخابيه قد يدعم المقاوي قبل الحمله الانتخابيه ايوا نتمنى غاز الداركن باش تقل في اسرع وقت ممكن باش الداركن ما يمكن تداركه لانه الفتره الانتدابيه تعدو صفر وذي واش نتمنى الخير غير مدينتها نتمنى جاتني وغندي سبحان الله الزوق اضحى ولا على ديما حد ذي المستوى غير سيادة مدينتها